بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد صيد ديوك الرومي، الديوك العاشقة. هنشوف وهنتابع مع بعض في موسم التكاسل ويصيبوا. شوف 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 الصياد هنا في مواسم تكاسل الديكة ديك الرومي. السهم بيعدي من ناحيتين، طبعا السهم مميت بيسقط الفيل، وشفنا مقاطع لصيد الفيلة بالسهم. شوف ذبحوا، لاحظ كده، شوف لا ذات في عينه خارج من العين الثانية. شوف شوف السهم وقوته ودقة التصويب، دخلت من العين خارج من العين الثانية. ايه يا عم ده؟ شوف دقق كده في الإعادة، إصابة مميتة بكل المقاييس. شوف هنا الديك الرومي داخل على حد ويصيبه في الفوصلة في حوصلته. شوف الإصابة هنا، شوف دخلت في الحوصلة. شوف 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 ايه اللي هيحصل. اوب ايه، خلاص سقط، ضربة مميتة. شوف هنا ويصيبه. شوف هنا في مسافة يعني تقريبا مش اقل من 20 متر. شوفها من زاوية تانية، دي قاعد ومتربص وسط الاشجار، دي طبعا طيور برية في البراري الاوروبية. شوف هنا ويصيبه إصابة قاتلة. شوف كده. طبعا هذا مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وانا وعدكم باذن الله تعالى جاي هيكون احلى واحلى واحلى بفضل الله تعالى. صاب الديك الاولاني، شوف شوف صاد الديك الاضخم. ايه اللي هيحصل؟ خلاص كده الديك هيسقط بطبيعة الحال. هجيب الثاني؟ لا هرب. شوف هنا اصاب نتف ريشه. شوف كده، شوف خلاص سقط في الحفره زي ما انت شايفين. الديك الثاني هرب فر. شوف هنا، شوف الخضره، شوف ضرب السهم ما حركش ساكن. شوف ياخدها ويسقط، شوف خلاص سقط. فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.